المفاوضة الوطنية أننا نعرف أكثر بكسبات الطفولة في الجزائر، ونذكر دائماً برقم 11 اللي هو آلية مهمة جداً وضعتها الدولة للإخطار على كل مساس بحقوق الطفل. أنا دائماً أقول أن هذا الرقم هو مكسب للطفولة، مكسب لأنه أولاً هو محطة حوار مع الأطفال ومع العائلة تاعهم، لأنه إحنا على مستوى خليج تلقي الإخبارات نتلقى عدة مكالمات من قبل المواطنين، تصل أحياناً إلى 10,000 مكالمة هاتفية يومية، يعني عدد كبير. هذا دليل أنه الرقم هذا بدا يعرف في كل أنحاء الوطن.